Good morning, everybody. Today we continue about the theorem of triangle. Okay? Let us go remember the theorem number one. Theorem one. Tell us the sum of interior angles of triangle equal 180 degrees. Okay, and we prove this theorem. Okay, let us study the corollary number one in exterior, the exterior angle equal the sum of interior angles non-adjacent. فهمنا يعني ايه معنى كلمة non adjacent. اوكي تعالوا بعض عشان نحكيها كده مع بعض. قلنا كان عندي تراينجل، اوكي الاكستيريور احنا عارفين اكستيريور بعمل اكستنشن لاي سايد، اوكي يبقى دي الاكستيريور بتاعتي. يبقى الاكستيريور دي عبارة عن ايه؟ انا عرفت ان دي انتيريور A B C، ال A B C انتيريور وال A C D دي الاكستيريور. يبقى ال A C D يبقى الميجر بتاعت الانجل A C D equal الميجر للانجل A plus الميجر للانجل B. اما ال C ال A C B دي اسمها الادجسنت، انما ال A وال B دول النون ادجسنت. اوكي this theorem 1 and its corollary. theorem number 2 and theorem number 3 عاملين زي ما يكونوا ايه؟ ستوري، زي ما تكون قصه مع بعض. اوكي عشان كده انا عايزه ان احنا ايه عارفينهم الاثنين جنب بعض. ان انا بيقول لي ان انا عندي تراينجل، اوكي تراينجل اسمه A B C. theorem number 2 دي theorem 2 تقول لي ان انا لو كان عندي تراينجل يبقى الجيفن اللي عندي ان انا عندي A B C تراينجل، اوكي ان انا مديني ان انا لو كان عندي ray drawn from the A the midpoint of side. يبقى انا لو كان عندي midpoint في السايد وليكن C B دي midpoint نسميها دي. معنى midpoint ان انا عندي D midpoint يعني bisect A C B، يبقى D B equal C D. اوكي لو انا drawing ray what is the meaning of ray؟ ray has start point but it has not end point. الray دوت الشرط الاساسي بتاعه its condition المفروض انه يبقى ايه؟ parallel to another side. طبعا هو bisect، اوكي bisect side هيبقى parallel side هيبقى parallel. اوكي عشان برضه تبقى واضحه اكتر اهي عشان هيبقى parallel اهوت. تمام يبقى D E parallel لل AB، اوكي يبقى parallel. بيعمل فينا ايه بقى ال D E؟ ال D E bisect ال AC، اوكي او هنقول ان ال E mid point. يبقى لو قال لي ان ال E mid point او ال A D ال A E equal E C او ان ال D E bisect دي كلها الميننج ان انا عندي الري ده هيعمل ايه؟ الري ده هيبقى bisect ال A C. يبقى الثيوم كانت بتقول لي ايه؟ ان انا لو كان عندي A B C is a triangle ال D is mid point، اوكي يبقى انا عندي ايه؟ هيكون ايه؟ ويكون parallel لل A B هيكون bisect ال A C. الثيوم بتقول لي بالظبط the ray drawn from the midpoint of a side of a triangle okay parallel to another side bisect is the third side. okay طيب البروف بتاعها، طب البروف بتاعها بتبقى عباره عن ايه؟ البروف بتاعتها ان انا بيقول لي لو انا كان عندي لو انا رسمنا من هنا عملنا انترسكت عملنا كونستراكشن عملنا نفس الكونستراكشن اللي عملناه في يوم ايه؟ ثيوم 1 ان انا عملت parallel to the side. اوكي ان انا هقول ان انا عندي ال L parallel لل DE parallel لل AB. انا عندي اساسا given ان ال DE parallel لل AB انا هعمل كمان parallel. يبقى انا هستفاد من الايه؟ من الفاكت اللي كنا واخدينها في الباراليز في الترم في الفيرست ترم. الفاكت كانت بتقول لي if L parallel DE parallel AB AB and CD equal DB therefore CE equal EA therefore يبقى ايه؟ يبقى انا عندي مين؟ الDE bisect الAC.
اوكي تاني طبعا ده نستفاد منه من الباراليزم اللي هو بتاع الايه فوستر. هنقول لو انا كان عندي جيفن، ادي الجيفن بتاعتي المفروض ان احنا كنا نكتب هنا في يوم 2 اوكي. الجيفن بتاعتي ان انا عندي مين، عندي الاي بي سي داوت تراينجل اوكي، مديني دي ديت ايه ميد بوينت، مديني كمان ان دي اي بارل للاي بي، ده كل ده جيفن اوكي. انا بقى ان انا اللي عايزاه require to proof، ان انا اللي عايز اوصل له ان انا عايز اقول ان الـ A E equal E C. طيب انا هعمل construction، او احنا كنا واخدينه قبل كده كلمة هند، وطبعا احنا اتعلمنا يعني ايه كلمة construction وبحتاج ليها في ليها ايه. construction ده ما بعملوش الا للحالة ما بقاش مديني الجيفن، بس محتاجة حاجة عشان توصلني البروف بتاعي، فانا بتكل على ايه، على الكونستراكشن. الكونستراكشن ده مش بعمله في اي مساله، بعمله لما ابقى محتاجاه. الكونستراكشن دو ال ال ستريت لاين ال بارلل للدي اي بارلل للاي بي اوكي. يبقى انا عندي ال بارلل للدي اي بارلل للاي بي اوكي. البروف بتاعي سينس ان انا عندي ال بارلل للدي اي بارلل للاي بي اوكي، زيرو اند سي دي ايكوال دي بي، دي كنا بنسميها تاليس ثيوم اللي هتاخدوها ان شاء الله في ثانوي في السكندري. therefore c b equal e a، دي احنا واخدينها في الفيرست تيرم، وقلنا الامتداد بتاعها هتاخدوها في ايه، في فيرست سكند اوكي. دي ثيوم نمبر 2. ثيوم نمبر 2 مربوطه بثيوم نمبر 3. ثيوم 3 ايه ربط